دلوقتي تعالوا نروح سريعا لزميلتنا لمياء حمدين عشان نتعرف منها على اسعار العملات والذهب. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير عليك مصطفى. صباح الخير عليك. صباح الخير يا لمياء. صباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. دلوقتي مشاهدينا تعالوا نتابع متوسط اسعار صرف العملات الرسميه. دولار امريكي سعر البيع فيه 19.70 والشراء 19.63. اليورو سعر البيع فيه 19.21 والشراء 19.14. جنيه استرليني سعر البيع فيه 22.30 والشراء 22.21. فرنك سويسري سعر البيع فيه 19.69 والشراء 19.60. اليوان الصيني سعر البيع فيه 2.73 والشراء 2.72. ريال سعودي سعر البيع فيه 5.24 والشراء 5.22. دينار كويتي سعر البيع فيه 63.50 والشراء 63.25. وأخيرا درهم إماراتي سعر البيع فيه 5.36 جنيه والشراء 5.34 جنيه. ودلوقتي نروح نشوف متوسط أسعار الذهب النهاردة. عيار 18 سعر السوق النهاردة 955 جنيه للجرام، وعيار 21 1115 جنيه للجرام، وعيار 24 1274 جنيه للجرام، وأخيرا الجنيه الذهب سعر السوق فيه 8920 جنيه. دلوقتي نرجع تاني لمصطفى وهدير نكمل معاه باقي فقرات صباح الخير يا مصر. شكرا يا رب.